شو عم تفكري؟ بعد بكير بلش فكر بشي. دكتورة أنت؟ مستحيل. إلا ما يكون خطر ببالك شيء يعني. يعني لا تخجلي مني، احكي اللي بقلبك. إذا بدك تبهدليني بهدليني كمان، لأنه ما ضل غيرك ما بهدلني. احكي احكي. بالعادة الإنسان اللي تعرض للتعنيف عنده ميول اللي يعنف غيره أكتر. أنت تعرضت للتعنيف شي مرة؟ المي إلي؟ ما فينا نروح للحل فوراً دكتورة؟ يعني مثلاً تعطيني حبة دواء وروح للحل فوراً بلا ما تسأليني أسئلة والموضوع يشط ويمط وترجعيني لورا 30 سنة وأحكي لك عن طفولتي. ما في شي حبة دواء أخذها؟ يعني هذا الموضوع بلش بطفولتك. لك الله فيني رح تساوي